السلام عليكم طلاب صف السادس علمي. بهذا الدرس هو تكمل لما أخذناه بالدرس السابق. إحنا بالدرس السابق أخذنا تعريف العدد المركب وكتبناه بالصيغة العادية اللي هي الـ A زائد الـ BI. هاي الصيغة العادية للعدد المركب، والـ A إنه يمثل الجزء الحقيقي للعدد المركب، والـ BI هو الجزء التخيلي للعدد المركب، وكل من A و B تنتمي للأعداد الحقيقية، والآي هو جذر سالب واحد وهذا ينتمي للأعداد المركبة. هسه بما أنه الأي والبي تنتمي للأعداد الحقيقية، يعني ممكن تكون الأي صفر أو البي صفر، وإذا كانت الأي صفر راح يكون العدد المركب بهيئة جزء تخيلي فقط، أما إذا كانت البي صفر راح يكون العدد المركب بهيئة جزء حقيقي فقط. يعني من هذا يتبين أن مجموعة الأعداد الحقيقية هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد المركبة. هسه راح نأخذ مجموعة من الأعداد المركبة بشكلها البسيط ونكتبها بالصيغة العادية اللي هي الـ A زائد BI. مثال، اكتب كل من الأعداد المركبة التالية بالصيغة العادية اللي هي الـ A زائد الـ BI. يعني مثلا عندنا سالب 3، هذا سالب 3 هو جزء حقيقي، التخيل مالته يكون صفر، فحتى نكتبه بالصيغة العادية اللي هي الـ A زائد BI نكتب الحقيقة اللي هو سالب 3 والتخيلي يكون صفر اي، هذا حقيقي وهذا تخيلي. ناخذ مثلا 3 اي، 3 اي هذا هو جزء تخيلي، فالحقيقي ما ترى راح يكون صفر، يعني كتب صفر حقيقي موجب 3 اي تخيلي. مثلا ناخذ جذر 16 سالب، هذا 16 السالب تحت الجذر التربيعي. احنا بالدرس السابق تعلمنا شلون نخلص من الإشارة السالبة، نكتب 16 سالب هي جاية من 16 موجب في سالب واحد، ونعوض عن السالب واحد بالآي تربيع، يعني يصير عندي 16 آي تربيع وجذرها 4 آي، وهاي الأربع آي هو جزء تخيلي فقط، يكون الحقيقة مالته صفر والتخيلي اللي هو 4 آي. مثال آخر، 5 زائد جذر 49 سالب على 3. احنا هنا عندنا 49 السالبة راح اتعامل وياها مثل ما تعاملت ويا السالب 16، واكتبها 5 تنزل موجب 49 سالب، راح اكتبها 49 اي تربيع على 3، وهنا راح يصير عندي 5 تنزل موجب جذر 49 اللي هو 7 اي على 3، وحتى اكتبه بالصيغة العادية اللي هي الاي زائد بي اي اجزأ الى كسرين، يعني 5 على 3 كجزء حقيقي زائد 7 على 3 اي كجزء تخيلي. هسه بعد ما تعلمنا شلون نكتب العدد المركب لما يكون بشكل بسيط بالصيغة العادية اللي هي الـ A زائد BI، ناخذ تساوي عددين مركبين. يعني تساوي عددين مركبين ان الجزء الحقيقي للعدد المركب الاول يساوي الجزء الحقيقي للعدد المركب الثاني، وكذلك الجزء التخيلي للعدد المركب الاول يساوي الجزء التخيلي للعدد المركب الثاني وبالعكس. لكل من C1 وC2 تنتمي للأعداد المركبة. C1 يساوي A1 زائد B1i، وC2 يساوي A2
زائدا B2i C1 يساوي C2 إذا وفقط إذا أن الA1 يساوي الA2. معنى الكلام أن الجزء الحقيقي لعدد المركب الأول يساوي الجزء الحقيقي للعدد المركب الثاني، وكذلك الB1 يساوي الB2، الجزء التخيلي لعدد المركب الأول يساوي الجزء التخيلي للعدد المركب الثاني. هسه ناخذ أمثلة على هذا، تساوي عددين مركبين. مثال جد قيمة X و Y الحقيقيتين، مثلا 2X سالب 35 I يساوي 12 موجب 7 Y I. هنا عندي عددين مركبين، عدد مركب على جهة اليسار وعدد مركب على جهة اليمين، وحتى يتساوي العدد المركب الأول مع العدد المركب الثاني لازم يكون الجزء الحقيقي للعدد المركب الأول يساوي الجزء الحقيقي للعدد المركب الثاني، وكذلك الجزء التخيلي للعدد المركب الأول يساوي التخيلي للعدد المركب الثاني. يعني 2x هسه حتى طلع قيمة x راح أقول 2x يساوي 12 وبالقسم على 2، إذن x تساوي 6. هذا طلعنا قيمة X، وحتى نطلع قيمة Y راح نقول الجزء التخيلي عدد المركب الثاني الأول اللي هو 35 7 Y الجزء التخيلي عدد المركب الثاني، وبالقسمة هنا على 7 ال Y تساوي 35 على 7، إذن ال Y يساوي سالب 5. ناخذ مثال ثاني على تساوي عددين مركبين، مثلا 7 على x سالب 15 i يساوي 3 y i. هسه عندي عددين مركبين، عدد مركب على جهة اليسار بالطرف الأيسر بجزء حقيقي وجزء تخيلي، والعدد المركب على جهة اليمين أو بالطرف الأيمن يحتوي على جزء تخيلي فقط. معنى ذلك أن الجزء الحقيقي يساوي صفر، وحتى أكتبه بالصيغة العادية يعني العدد الأول هو 7x سالب 15i يبقى هنا راح أكتب صفر موجب 3yi، كتبته بالصيغة العادية حتى شنو أساوي الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيل. هسه راح أقول السبعة أكس يساوي صفر، يعني الأكس يساوي صفر بالقسمة على سبعة، وحتى أطلع قيمة Y راح أخذ الجزء التخيلي من العدد الأول يساوي الجزء التخيلي مع العدد الثاني، يعني سالب 15 يساوي 3 Y، وبالقسمة على 3 يعني ال Y يساوي سالب 15 على 3 ال Y يساوي سالب 5. نأخذ مثال آخر على تساوي عددين مركبين حتى نفهمهن أكثر. مثلا 2x موجب 4 سالب 6 سالب 3 y i يساوي 14 موجب 15 i. هسا عندي عدد مركب على جهة اليسار أو بالطرف الأيسر وعدد مركب آخر على جهة اليمين، وهذا العدد المركب على جهة اليسار يتكون من مقدار حقيقي، يعني هذا كله جزء حقيقي وهذا هنا جزء تخيلي، جزء تخيلي. زين هنا على طرف الأيمن
عندي عدد مركب أيضا بجزء حقيقي وجزء تخيلي، الجزء التخيلي باللون الأسود والجزء الحقيقي باللون الأحمر حتى تميزهم. هسه حتى أطلع قيمة X و Y راح أقول الجزء الحقيقي من العدد الأول يساوي الجزء الحقيقي من العدد الثاني، يعني راح يصير عندي 2X موجب 4 يساوي 14، 2X يساوي 14 سالب 4، 2X يساوي 10 وبالقسمة على 2 إذن X تساوي 5. هنا طلعت قيمة X، وحتى أطلع قيمة Y راح أقول الجزء التخيل العدد المركب الأول يساوي الجزء التخيل العدد المركب الثاني، يعني سالب 6 سالب 3 Y جزء تخيلي من العدد الأول أو العدد المركب الأول يساوي الجزء التخيلي للعدد المركب الثاني اللي هو 15. هنا السالب يدخل على القوس يصير سالب 6 موجب 3 Y يساوي 15، وهنا الستة راح أحولها الجهة الثانية، 3 واي يساوي 15 موجب 6، 3 واي يساوي 21 وبالقسمة على 3 راح يكون عندي الواي يساوي 7. هسه بعد ما تعلمنا كتابة العدد المركب بالصيغة العادية اللي هي الاي زائد بي اي وكذلك تساوي عددين مركبين، الدرس القادم راح ناخذ به العمليات على الأعداد المركبة.